أهلا وسهلا مشاهدينا بحلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل الأسبوعي اللي رح نتناول فيها اليوم المادة 49 من قانون الموازنة لعام 2018. رغم عجقة الانتخابات النيابية، انفتح باب جديد للجدل على الساحة اللبنانية بسبب المادة 49 من قانون موازنة العام 2018، وتحديداً اللي بنص على منح كل عربي أو أجنبي بيشتري وحدة سكنية بلبنان بإعطاء إقامة له ولمرته ولولاده القصرين. ومن أبرز الرافضين لهيدي المادة البترك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اللي اعتبر أنها بتفتح باب للتوطين خلافاً للدستور، ودعا لألغاء المادة لأنه عدد الأجانب بلبنان بفوق عدد اللبنانيين. المعارضة والرفض اجوا كمان من رئيس اتحاد العمال العام بشارة الأسمر، مقابلة لزميل محمد زهوي منتابع. العامل اللبناني أو مجموع الشعب اللبناني حوالي 67.7% تقارير دولية لا يتعدى مدخوله السنوي 12,000 دولار. واجباتي وقت اللي عبلاقي زاوية الدخل المحدود والطبقة العماليين مش قدراني تشتري شقة، وبالمقابل عم بفسح مجال للأجانب يشتروا شقة، من واجباتي ارفع الصوت. بعد في 150 قطعة أرض بس فارغة ببيروت الإدارية، ممكن أي دولة غنية تتدخل لشراء مجموعة كبيرة من الشقة، طبعا لشراء 50,000 شقة، لشراء 100,000 شقة. ما هي هون خطورتها، خطورتها بتحفيز الشراء وبتحفيز السوق العقاري باتجاه البيع للأجانب. يعني إذا بحفز السوق أنا باتجاه الأجانب وحصل لبيع لمئة ألف شقة سكنية، في حين أنه اللبناني مش قادر هو يشتري، ما بكون عبيع جزء من أرض لبنان لإعادة صياغة قانون عصري لتملك الأجانب بلبنان. كل دول العالم عم تعمل صياغة لتملك الأجانب، الولايات المتحدة آخر شيء عملت صياغة، الدول الأوروبية عم تعمل صياغة. الدستور اللبناني بيمنع الفلسطينيين من التملك، أما السوريين فهن عم ياخدوا إقامة فيها وبلاها للمادة 49. وبالرغم من ذلك مضي الرئيس ميشيل عون على الموازنة، بس طلب من مجلس النواب إعادة النظر فيها. فشو بيعني طلب الرئيس؟ هل ممكن يكون في رغبة دولية بإبقاء النازحين من خلال استغلال هذه المادة؟ أولا ليش الحكومة بتهرب شغلة من هالنوع بهالأهمية، بتهرب تهريب بقانون الموازنة. أنا دايما وقت كنت بالمجلس دايما أعترض على هالتسريبات التهريبات هيكي دايما، وكنت وقفها. هلأ أنا برأيي أولا الحكومة إذا عندها قناعة بشيء من هالنوع خليها تعمل فيه قانون على حدا ومع أسباب الموجبة. حسوني حتى مش حاطين أسباب موجبة بالموازنة، ما بقعد يحطوله حطوله للمادة أسباب موجبة. مفروض هن يجوا يعملوا قانون على حدا مع أسباب الموجبة ويفندوه مزبوط ويعرضوه على المجلس النيابي، ساعتها الواحد بصير يقدر ياخده يعطي. بس مهربينه ليه مهربينه؟ حسني بيعرفوا انه لسوء الحظ هو باليوم ما بقى يقروا، بقى بتجي الموازنة 1000 و1500 صفحة ما رح يجوا يقروا بند وبند، يعني بتشي اللي عندهم بحطوه عشان ما بيقروها، بيكونوا هربوا التهريب الحكومي مثل ما بدهم يهربوها. أضافت اللجنة الوزارية المادة 49 بالموازنة بناء على طلب نائبة مطوري العقارات لدعم هذا القطاع من بعد ما قدموا جداول مقارنة مع دول العالم. وبهالإطار أكدت مصادر أنه المؤامرات اللي ممكن تكون بدهن بعض الدول الأجنبية تدفعنا للحذر من أنه تأمن هيدي الدول تسهيلات للنازحين ليقدروا يتملكوا بالأسعار المحطوطة. فشو الفرق بين لبنان ودول العالم بهذا الإطار؟ تقرير للزميلة رشا زغريني. تلجأ بعض الدول الغنية وأولى دول الاتحاد الأوروبي لطرق مثيرة لجذب النقود ومستثمرين إلها. وعلى سبيل المثال البرتغال يلي بتمنح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الأقل 500,000 يورو، أو بتمنح الإقامة كمان لمؤسسي أعمال بتضمن توظيف 10 أفراد على الأقل. ليتوانيا تمنح الإقامة وحق التنقل بين الدول الاتحاد الأوروبي للي بيشتري بيت بيبلغ قيمته بالضياع 71,500 يورو، وبالمدن الكبرى 143,000 يورو على الأقل. باليونان تمنح الإقامة لخمس سنوات لمشتري عقارات
بتتجاوز قيمتها 250 ألف يورو وبتتجدد الإقامة كل 5 سنوات. بألمانيا تمنح الإقامة أولاً ومن بعد جنسية لمؤسسي أعمال برأس مال 250 ألف يورو ويلي فيها بيضمن توظيف الألمان. بأمريكا تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال يلي بيستثمروا ب 500 ألف دولار بالمناطق المحددة من قبل الحكومة أو يلي بيفتحوا شركات برأس مال 1 مليون دولار، ومن بعدها بتمنحهم جنسية بعد 5 سنوات. كندا تمنح الإقامة ومن بعدها جنسية للي بيستثمروا ب 400 ألف دولار ويلي بيمتلكوا بحساباتهم بالبنك 800 ألف دولار. بالأوروغواي الحصول على جنسية ما بتطلب القيام باستثمار، فبتمنح الأوروغواي الإقامة لمدة 3 سنوات للي بحقق ربح شهري بيبلغ 1200 دولار ومن بعد انتهاء الثلاث سنوات بيحصلوا على جنسية. أما قانون الموازنة الجديد بلبنان فبنص على منح كل عربي أو أجنبي بيشتري وحدة سكنية بلبنان إقامة دائمة لإله ولا زوجته ولا أولاده القصيرين على أنه ما تقل قيمة هيدا الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة ببيروت و500 مليون بالمناطق التانية. فهل رح يفتح موضوع إعطاء الجنسيات والإقامات بلبنان باب أمام الطبقة السياسية لاستخدامه كمان لتوزيع الحصص؟ تملك الأجانب العشوائي بلبنان عم يعمل تغيير ديموغرافي واجتماعي، بس الوضع الاقتصادي عم بيخلي الناس تبيع أملاكها وأراضيها لأي شخص مقابل أنه تعيش بوضع أفضل. فهل الشارع اللبناني مع أو ضد تملك الأجانب؟ تقرير للزميلة نور سليمان. أنت مع تملك الأجانب بلبنان؟ لا أكيد لا. ليش؟ ليش بدهم يتملكوا بلبنان؟ شو بلدنا ولا بلدهم هن؟ يجوا يستاجروا يا أهلا وسهلا فيهم، بس يتملكوا لا. مش ضروري توطين ولا مش توطين، هذا بلد لنا مش لهم. هن بيجوا بيعملوا سياحة عنا بس مش بيجوا بيتملكوا عنا بلبنان. بدهم يعلوا الاقتصاد، يروحوا يلموا الضرائب وهالقصص، يروحوا يوقفوا الفساد، مش على حساب العالم. لا أكيد لا، لا أكيد أنا ضده كليا. وموضوع تملك الأجانب ممكن بعد فترة خلص صاروا أولاد بلد، وهذا مشروع تجنيس أصلاً، مشروع تجنيس لبعدين. هذا المشروع اللي انعمل هلأ بصدر واحد هو مشروع للجنس الأجنبي الموجود، مع احترامي للإخوة الفلسطينيين ولا السوريين، حيجنسون حيتركهم بالبلد. أجنب اليوم لما بده يستثمر هون ويحيي البلد ليش لا؟ أكيد. وين المشكلة يعني إذا مش تملك الأجانب؟ إذا مثلاً ببلادهم عم بصير فيها الحرب، عم بصير فيها المجازر، ليه ما مثلاً ما بدهم يعيشوا هون؟ بدنا نعد بحالنا محلهم نحن. أقل شيء. أنا ضد. مش كليا، حسب التملك اللي بده يتملكه. مش إنه مين ما هات إيدك خود. بدنا إنه أشخاص يكون لصالح البلد. ضد التمليك لأن ما بقى يصير لبنان. طبعا لا. لأنه يعني مثل ما أنت شايف الوضع هون. نحن مش ملاقيين وظيفة، وإذا لقينا وظيفة عم يجي معنا 4-5 أجانب بقلب الوظيفة، لأنهم مثبتين ولأنهم منزلينهم ليجل بالدولة. ما في شيء، ما في نحن بنزلونا ليجل وهن بياخدوا قدنا عمارتين، نحن بندفع تاكسز هن ما بيدفعوا تاكسز. لا ليه؟ لأنه عم بياخدوا شيء من درب اللبنانية أول شيء، وعم بيأسروا مثلاً. هلأ مثلاً هذا القانون اللي طالع جديد، طالع مثلاً السوري إنه إذا بحق له مثلاً إذا بيشتري شقة صار بيقدر ياخد إقامة دائمة. والريدي صار السوري عم بيدرب على اللبناني وعم بياخد من درب اللبناني. إيه هلأ إذا صاروا زمان إيه ليش لا، بس إذا جديد لا أكيد لا. بما أنه المادة 49 من الموازنة عملت تخوف من التوطين، نذكر أنه فعل هالأسبوع نحو 500 نازح سوري من منطقة حاصبية وشبعة عبر المصنع بالتنسيق بين السلطة السورية واللبنانية. فهل هالأمر بيطمن المرجعيات المسيحية من قصة التملك؟ وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل الأسبوعي. تحية لكم مني أنا ستيفاني راضي ومن المخرج عباس فقيه ومن كل فريق العمل. إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نطرحها ما تنسوا تعملوا كومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك.